بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين ورسول رب العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله جل وعلا أن يمنحنا الفقه في دينه، أن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، وأن يتقبل منا جميعا الصيام والقيام وتلاوة القرآن، وأن يوفقنا في شهرنا لفعل ما يرضي ربنا جل وعلا من الأقوال والأفعال والأعمال، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. سم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من المجالس التي يعقدها معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند حفظه الله تبارك وتعالى، في رمضان هذا العام 45 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخنا حفظه الله تبارك وتعالى في رسالته الصوم حكم وأحكام: اعتبار رأي الطبيب المعالج للأمراض المعاصرة من حيث الصيام وعدم الصيام. المفتي في مسألة ما تستدعي مزيد خبرة واختصاص لا علاقة لها بالعلم الشرعي في الغالب، وإنما بالعلم التجريبي أو الفني أو نحو ذلك، هو بمثابة القاضي في الأحكام، يلزمه الرجوع إلى الخبراء واستشارة أهل الفن والمعرفة. يقول الله تعالى ولا ينبئك مثل خبير، فلا يخبر المرء بحقيقة الأمر وبواطنه وغوامضه مثل من هو عالم بدقائقه بصير بتفاصيله. ومن كانت هذه حاله وجب الرجوع إليه في ذلك، فكما هو مقرر في علم الأصول، الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فالأصل هو التصور والفرع هو الحكم، وإذا اختل الأصل اختل الحكم، فإذا اختل التصور لا شك أنه سيختل الحكم تبع له. نعم، كثير ما يعرض للمفتي ويعرض للمسلم في صومه مسائل تتعلق بالعلاجات والأدوية التي يحتاجها المريض في مرضه، وقد يعتري الإنسان في هذه الحياة من الأمراض ما يكون معه ينظر في رخصة الله جل وعلا له بالفطر في نهار رمضان للمرض، فإن الله جل وعلا قال في كتابه: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لكن ما هو المرض المبيح للفطر؟ هذا هو السؤال الذي يكثر إيراده على المفتين ممن يصاب بالمرض من المسلمين ذكورا وإناثا. فما المعتبر في انطباق الرخصة بالفطر في نهار رمضان
على هذا المريض دون ذاك؟ المرجع في مثل هذه الأمور إلى أصحاب الشأن من ذوي الخبرة، وهم الأطباء الذين يعطون رأيهم وحكمهم الطبي في مسألة هذا المرض، فإن المرض المبيح للفطر على نوعين: الأول من كان الفطر يزيد من مرضه فهذا يفطر ولا يصوم، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الفطر عليه والمنع من صيامه. الحال الثانية من لا يزيد الفطر من مرضه لكن يؤخر برء المرض، فهذا أيضا يبيح الفطر في نهار رمضان، لكن من الذي يقرر أن الصوم يزيد في مرض المريض لو صام، أو أنه يؤخر برء المرض ويؤجل ويؤخر شفاء المرض؟ هذا هو الطبيب. وقد أمرنا بالرجوع إلى ذوي الخبرة، فلا يكون للمفتي أن يفتي في مسائل يحتاج فيها إلى معرفة ذوي الخبرة إلا بعد الاطلاع ومعرفة رأي ذوي الخبرة فيما يفتي فيه. الله جل وعلا قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقد قال جماعة من أهل التفسير وقال جماعة من العلماء في قول الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر، أهل الذكر أهل الشأن والعلم في كل ذي علم من علمائه ومن أهل الاختصاص فيه. ثم يعرض هذا الرأي الذي جاء من ذوي الشأن والخبرة على المفتي فيتبين المسألة، فلا حكم إلا بعد التصور. والقاعدة الفقهية تقول: الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فالتصور هو الأصل والحكم فرع، فلا يمكن أن يصح الفرع إذا اختل الأصل، والأصل هو التصور. أن تتصور المسألة على حقيقتها وواقعها ثم تنزل الحكم الشرعي عليه، هذا هو عمل الفقيه والمفتي، أنه ينزل الحكم الشرعي على المسألة بعد التصور. فالأصل التصور والحكم فرع عن التصور. نعم. قال شيخنا حفظه الله: وقد بين علي بن محمد الماوردي رحمه الله أن الحاكم يرجع في التقويم إلى غيره، لأن لكل جنس ونوع أهل خبرة وهم أعلم بهذا الأمر من غيرهم،
وعقد برهان الدين إبراهيم بن علي ابن محمد بن فرحون رحمه الله بتبصيرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام بابا في القضاء بقول أهل المعرفة، وذكر أنه يجب الرجوع إلى قول أهل البصر والمعرفة، وتبعه على ذلك الطرابلسي الحنفي في معين الحكام وغيره. ومما يشهد لذلك في السنة اعتبار قول القائف لخبرته وعلمه بهذا الفن، يقول ابن القيم رحمه الله معلقا على الاستناد على القافة: فصل. القياس وأصول الشريعة تشهد للقافة، والقياس وأصول الشريعة تشهد للقافة لأن القول بها حكم يستند إلى درك أمور خفية وظاهرة توجب للنفس سكونا، فوجب اعتباره كنقد الناقد وتقويم المقوم. انتهى. فتبين لما تقدم أن المفتي في بعض المسائل لا يستطيع أن يمرر فتوى أو أن يصدر حكما شرعيا بدون تصور للمسألة وإفادة من أهل الاختصاص في ذلك. وعلى هذا ما طرأ في الطب الحديث من كثير من الأدوية والعقاقير، وأيضا من تنوع للأمراض وتجدد لها، بل تفاوت أحوالها من حيث الخطورة والتوسط والاعتدال، مما لا يمكن معه إصدار وصف منضبط لها من غير الأطباء المتخصصين في مثل هذه المجالات. وقد ذهب كثير من أهل العلم من المعاصرين إلى أن الأمر في ذلك يعود لتقدير الطبيب ورأيه في كثير من الحالات، مهما أصدرنا أحكاما إجمالية أو أطرا عامة، وهذا حق لا ينبغي أن يكون مجالا للخلاف فيه، فالحكم على المريض بأن الصوم يضره أو يؤثر فيه يحتاج إلى طبيب عالج ذات المرض وتابع حالته التي هو عليها، فتلك قضايا أعيان وأفراد. يقول أحد الباحثين الأطباء بعد أن فصل أحوال مريض السكر مع الصيام وبصفة عامة: فإن السماح بالصيام أو عدمه إضافة إلى تنظيم الدواء وأوقات تناوله يعود إلى الطبيب المعالج دون غيره. وقال بعد أن تحدث عن حال الحمل والإرضاع مع الصوم: لا يمكن إطلاق قول حاسم على كل الحوامل والمرضعات، بحيث نقول إن هناك حاملا أو مرضعا تستطيع الصيام وأخرى لا تقدر عليه. وقال أيضا: إن تقرير إمكانية الصيام أو عدمه ليس بالأمر السهل، ولا يمكن تقرير قواعد عامة لجميع المرضى، بل ينبغي بحث كل مريض على حد، ولا يتيسر ذلك الأمر إلا للطبيب المسلم المختص. انتهى. وكل ما تقدم يؤكد أهمية الرجوع إلى الأطباء واعتبار قولهم والاستناد إلى قولهم واجتهادهم في مثل هذه المسائل المهمة، إلا أن ذلك ليس حكما مطلقا، بل لا بد من توافر شروط إذا قامت في الطبيب وجب الرجوع إليه. ومن ذلك أولا: نعم، هذا التقرير من أهل الخبرة في مسائل المرض، وأنه لا يمكن وصف حالة عامة لمرض معين لأنه لا يمكن معه الصوم أو أن يمكن معه الصوم إلا بحسب حال المريض، وأن المرض يتفاوت في درجته، والناس متفاوتون فيما بينهم. نعم، هناك أطر عامة وقواعد عامة يمكن أن يرجع إليها، لكن أن تنزل حكما عاما على مرض معين فليس هذا بدقيق، لا بد من معرفة كل حالة بتفاصيلها
حتى ننزل الحكم الشرعي عليها، والأمر ليس بالسهل. ولذلك على طالب العلم والمفتي ومن يرجع إليه لمعرفة الأحكام الشرعية أن يتبين قبل أن يصدر حكمه في جواز الفطر من عدمه، ولا يستبين ذلك إلا بعد معرفة قول أهل الخبرة وهم الأطباء. ولا بد أيضا من شروط تتوافر في هؤلاء الذين يرجع إليهم لمعرفة واقع هذا المرض، فما هي هذه الشروط؟ نعم، قال شيخنا حفظه الله تبارك وتعالى: ومن ذلك أولا الصدق والأمانة، ثانيا الحذق والمهارة، ثالثا الإسلام، وقيل لا يشترط أن يكون مسلما أيضا فيجوز ولو كان كافرا، وأيضا قيل باشتراط العدد يعني أن يكون أكثر من واحد، وقيل لا يشترط العدد فيكفي فيه الواحد. ونشأ الخلاف في المسائل المتقدمة: هل الخبرة من باب الشهادة أم من باب الرواية؟ فمن ذهب إلى أنها من باب الشهادة اشترط لها الإسلام والذكورية والعدد اثنين، وقال بهذا بعض أهل العلم. ومن رأى أنها من باب الرواية أجاز الاستفادة بخبرة الكافر والمرأة والاكتفاء بخبر الواحد، وهذا هو اختيار جماعة من أهل العلم المحققين كابن القيم رحمه الله وبعض المالكية، وذهب إليه جمع من العلماء المعاصرين كالشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله كما جاء في شرحه الممتع، وأيضا هو اختيار سماحة شيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، واختيار اللجنة الدائمة للفتوى وهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية. ونص قرار هيئة كبار العلماء في أحد مضامينه على الاعتماد على خبر طبيب أمين حاذق في إمكانية الصيام من عدمه، وقد جاء في فتوى للجنة الدائمة أن الله تعالى قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، ومن عجز عن إتمام صيام يوم لطوله أو علم بالأمارات أو التجربة أو اختيار طبيب أمين حاذق أو غلب على ظنه أن الصوم يفضي إلى إهلاكه أو إلى مرضه مرضا شديدا أو يفضي إلى زيادة مرضه أو بطء برئه أفطر، ويقضي الأيام التي أفطرها في أي شهر تمكن فيه من القضاء. قال الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وأيضا: ما من شك أن الطبيب المسلم أفضل، واتفاق طبيبين أبلغ، لكن لا يخفى أن اشتراط هذه الشروط مجتمعة فيه ضيق وعنة لا يقوى عليه كثير من المفتين، فضلا عن المرضى المحتاجين لمن يرشدهم ويبين لهم الحكم اللائق بأحوالهم أو حالاتهم المرضية. وكيف نطالبهم وهم على هذه الحال من الضعف بطبيبين رجلين مسلمين، مع ما هو معلوم من انتشار مهنة الطب والتمريض للنساء وندرة توافر طبيبين تكون لهما المعاينة على حالة واحدة من المرض. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم استعان بخبير كافر في ظرف حالك وأمر عصيب، ولم يمنعه كفره من أن يستعين النبي صلى الله عليه وسلم به عندما هاجر من مكة إلى المدينة فاختار خريتا يدله الطريق. نعم، وهذا فيه
بيان أن الشروط التي يجب أن تتوافر في صاحب الخبرة التي يملكها ويرجع إليه فيها لا بد أن يكون ممن عرف بالصدق والأمانة والحذق والمهارة، ولا يشترط أن يكون مسلماً ولا أن يكون ذكراً ولا أن يكون باثنين أو أكثر، لأن قول صاحب الخبرة خبر وليس بشهادة على القول الصحيح، فإن منشأ الخلاف هو هل ما يخبر به الخبير شهادة أو هو خبر ينقله. فإذا كان شهادة فلا بد من اثنين عدلين، ولا بد أن يكون مسلمين وأن يكون أيضا ذكرين، لأن الشهادة من النساء إنما تكون عن الرجل باثنين، أم أنها من باب الخبر كالأذان وكنقل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان قول الخبير على سبيل الخبر لا على سبيل الشهادة فيكفي فيه الواحد، كما أنه نكتفي في الإعلام بدخول الوقت بأذان المؤذن الواحد، وكما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بخبر الواحد وشهادة الواحد في دخول شهر رمضان، وكما أخذ المسلمون بخبر الواحد في تحول القبلة وكانوا يصلون جمع من الصحابة قبل التحول إلى المسجد الأقصى فجاءهم وهم يصلون فأخبرهم أن القبلة تحولت إلى الكعبة فحولوا إليها بخبر الواحد، وهذا هو الصحيح. وهو ومن هذا خبر ذوي الخبرة يكتفى بالواحد، ولا يشترط أيضا الإسلام، فلو كان كافرا عرف بالصدق والحذق والأمانة وأخبر بأن هذا المرض إذا صام الإنسان فإنه يزيد المرض أو يؤخر البرء ونحو ذلك، أخذ بقوله كما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بخبر عبد الله بن مريقط وهو كان هاديا خريتا يعرف الطرق، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم استعان به وأخذ بخبره لأنه من أهل الخبرة في الطريق، مع أنه كان كافر ولم يمنعه الكفر من أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بخبره. نعم. قال شيخنا حفظه الله: وقد استدل جمع من أهل العلم بأنه لا يشترط إسلام الطبيب وإنما يكفي صدقه ومعرفته بالطب، استندوا على حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري قالت: واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل ثم من بني عبد بن عدي هاديا خريتا، الخريت الماهر بالهداية، قد غمس يمين حلف في آل العاص بن وائل وهو على دين كفار قريش، فأمناه فدفعا إليه راحلتيهما
وواعداه غار ثور بعد 3 ليال، فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال 3، فارتحلا وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل الديلي، فأخذ بهم أسفل مكة وهو طريق الساحل. قال شيخنا حفظه الله: ويظهر من الحديث أهمية شرطي الصدق والأمانة والحذق والمهارة. بقي أن يضاف هنا أن الطبيب يمكن له إنارة الطريق للمفتي وأن يرشد المريض بنفسه إذا كان لديه من العلم الشرعي في ميدان الصيام والرخص الشرعية ما يؤهله لذلك. فمن المتقرر عند المحققين من أهل العلم جواز تجزؤ الاجتهاد، ولا شك أن إسناد الحكم الشرعي إلى أهله أولى، مكتفين من أهل الطب والتطبيب بتبصير المفتين والفقهاء. لكن إذا قلنا بأننا نكتفي من أهل الطب بتبصير المفتين والفقهاء لما يحتاجون إليه من دقائق المهنة الطبية وتفاصيلها في الحالات المرضية التي تتطلب بيان الحكم الفقهي أو الفتوى الشرعية، فإنما نريد بعد ذلك أن نلفت انتباه الباحثين والمجتهدين إلى أن ثمة حالات قد تضيق على المريض المستفتي الخيار، فلا يبقى سوى أن يأخذ برأي الطبيب المختص ولا يجد أمامه سواه إذا كان أهلا لبيان الحكم الشرعي. وهذا يجعل التبعة على الأطباء الفضلاء أكبر في سعيهم إلى التفقه في شرع الله بما يكفي لأجل أن يستشعروا هذه المكانة التي نريد أن نقول بأن الأطباء عليهم أن يعلموا بعض الأحكام التي تعينهم هم وتعين مرضاهم على معرفة الأحكام الشرعية. وهنا تنبيه إلى أن صاحب الخبرة إذا كان عنده من الفقه بالأحكام الشرعية المتعلقة بمجال خبرته فإنه له أن يبين هذا الحكم الشرعي بما تعلمه، خاصة الأطباء، فيقول لمريضه: إن هذا المرض يزيد الصيام من المرض لو صام المريض، أو أنه سيكون من أسباب تأخر الشفاء، أو أنه لو صام لا أصابه الهلاك وتضرر شيء من بدنه أو منافعه. فيقول له: إن الحكم الشرعي بما تعلمناه، وهذا يكون عن طريق التفقه من أهل الخبرة في الأحكام الشرعية المتعلقة بمجال عملهم حتى يعينوا مرضاهم على معرفة الأحكام الشرعية عندما يضيق الوقت والحال، فيرشده بما علم وتعلم من أحكام شرعية متعلقة بمجال عمله يرشد بها المرضى. لا حرج في ذلك، لأنه في هذا ينقل الفقه والعلم إلى من يحتاجه، ورب ناقل فقه ليس بفقيه، لكنه ينقل ما تعلمه وما علمه من أهل الاختصاص. نعم. قال شيخنا حفظه الله: إذن نقول قضاء المريض للصوم لا خلاف بين أهل العلم في أن من أفطر في رمضان لعذر أن عليه القضاء، لأن الصوم كان ثابتا في ذمته فلم تبرأ منه الذمة إلا بالأداء، والمريض مرضا يباح له بسببه الفطر، لهم في مقام القضاء حالان: الحال الأولى أن يكون مرضا لا يرجى برؤه، وهو من به مرض يحكم الأطباء بصعوبة شفائه أو استحالة ذلك من الناحية الطبية. وغالبا ما يكون هذا في الأمراض المستعصية أو الأمراض التي تكون في مراحل متأخرة، ومن ذلك بعض حالات مرضى السكري على سبيل المثال، ويكون الصوم مع مرضه لا يستطيعه إلا بضرر ومشقة،
وذلك في جميع فصول السنة، فلا يقوى عليه لا أداء ولا قضاء، فهذا حكمه أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، وهذا قول جمهور الصحابة والعلماء رحمهم الله. فإن شفاه الله وقدر على الصيام بعد ذلك أنلزمه بالقضاء. ذكر ابن قدامة المقدسي رحمه الله احتمالين: الاحتمال الأول أنه لا يلزمه لأن ذمته قد برئت بأداء الفدية التي كانت هي الواجب عليه، فقد أتى بما أمره الله به على الوجه المشروع فلا يكلف فوق ذلك. والاحتمال الثاني أنه يلزمه القضاء لأن الإطعام بدل عن الصيام، ولا يجوز الاكتفاء بالبدل مع وجود المبدل منه. والأول أي الاحتمال الأول أنه لا يلزمه أقوى وأقرب وأرجح والله أعلم لقوة مأخذه ومنزعه، وفي ذلك جملة من النظائر ينسحب عليها حكم واحد حري بالفقيه أن يتأملها كثيرا قبل إصدار حكم فيها لئلا تضطرب أقواله وفتاويه. يقول ابن قدامة المقدسي رحمه الله: فصل. والمريض الذي لا يرجى برؤه يفطر ويطعم لكل يوم مسكينا، لأنه في معنى الشيخ. قال أحمد رحمه الله: في من به شهوة الجماع غالبة لا يملك نفسه ويخاف أن تنشق أنثيا أطعم، أباح الله له الفطر لأنه يخاف على نفسه فهو كالمريض، ومن يخاف على نفسه الهلاك لعطش أو نحوه وأوجب الإطعام له بدلا عن الصيام. وهذا محمول على من لا يرجو إمكان القضاء، فإن رجا ذلك فلا فدية عليه، والواجب انتظار القضاء وفعله، والواجب انتظار القضاء وفعله إذا قدر عليه، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وإنما يصار إلى الفدية عند اليأس من القضاء، فإن أطعم مع يأسه ثم قدر على الصيام احتمل أنه لا يلزمه لأن ذمته قد برئت بأداء الفدية التي كانت هي الواجبة عليه، فلم يعد إلى الشغل بما برئت منه. ولهذا قال الخراقي: فمن كان مريضا لا يرجى برؤه أو شيخا لا يستمسك على الراحلة أقام من يحج عنه ويعتمر وقد أجزى عنه وإن عوفي، انتهى. قال شيخنا حفظه الله: وقد تبينا ذهاب البأس واليأس، فأشبه من اعتدت بالشهور عند اليأس من الحيض ثم حاضت، ولا شك أن القول والاحتمال الأول هو الأقوى كما بينا. الحال إذا أفطر المريض للمرض فهل يلزمه القضاء؟ نقول: المرض له حالان، الأولى أن يكون هذا المرض مما لا يرجى برؤه وشفاؤه بحسب تقرير الأطباء، فيقولون إن هذا المرض من الأمراض المستعصية المزمنة التي ترافق الإنسان حتى الموت في ظنهم، وأنه لا يشفى منها، فهي مستمرة معه وربما تزيد، كمرض السرطان عافاني الله وإياكم منه، آمين، أو من الأمراض المستعصية التي تستمر مع الإنسان ولا يستطيع معها أن يصوم، لا في شتاء ولا في صيف، لا مع طول النهار ولا مع قصر النهار. فهذا الذي لا يرجى برؤه ليس عليه القضاء، وإنما عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، لقول الله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونهم فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: هذا في الشيخ والمرأة الكبيرة إذا عجز عن الصيام أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا. فالرجل إذا
كان كبر سنه وكان طاعنا في السن يعجز عن الصيام، ففرضه الإطعام ولا قضاء عليه ولا صيام. يلحق به المريض الذي لا يرجى برؤه فلا قضاء عليه، وإنما يطعم عن كل يوم مسكينا. ولو شفي بعد ذلك واستطاع الصيام فهل يقضي؟ على خلاف بين أهل العلم في قولين. القول الأول أن لا قضاء عليه، لأنه أدى ما عليه شرعا، فإنه كان في حال فرضه هو الإطعام وقد أطعم، وكونه قد شفي من المرض فلا يبطل ما كان عليه من حال هو فيها على تكليف شرعي أداه على الوجه الشرعي، فقالوا قد برئت ذمته. وهذا له نظائر في الفقه، بمثل من كانت يائسة فاعتدت بالشهور ثم حاضت فلا يقال لها ارجعي واعتدي بالحيض، وإنما قد أدت ما وجب عليها في حال ما كانت عليه من أمر. وكذلك هذا الذي كان في مرض لا يرجى برؤه وشفاؤه ثم أطعم، لكن الله من عليه فشفي من مرضه واستحدث مثلا علاج لعلاجه، أو شفاه الله جل وعلا بمن منه وفضل، فلا يقضي أيضا ما مضى من أيام أو شهور أطعم فيها عن كل يوم مسكينا. نعم. الحال الثانية، قال شيخنا حفظه الله، الحال الثانية أن يكون مريضا يرجى برؤه، وهذا تحته أحوال: المريض الذي فاجأه المرض في رمضان فيستطيع الصوم قضاء حال شفائه منه، والمريض مرضا مزمنا لكن يستطيع الصوم في بعض فصول السنة دون بعضها الآخر، فهذا يفطر ويقضي في الأوقات التي لا تشق عليه. والمريض الذي تتجدد حالة مرضه وتتردد بين الخطورة ودون الخطورة، فهذا يفطر في حال اشتداد حالته ويقضي في حال خفتها وهدوئها ونحو ذلك من الصور. والحكم فيه أن له الفطرة، ولا يجب في حقه إطعام، بل واجب في حقه الانتظار حتى يقدر على الصيام أو يتحرى الأوقات والأحوال التي يستطيع معها قضاء الصوم. يقول ابن قدامة رحمه الله: فإن رجا ذلك أي البرء فلا فدية عليه، والواجب انتظار القضاء وفعله إذا قدر عليه، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالواجب عليه أن ينتظر حتى يتمكن من القضاء، فإذا تمكن من القضاء وقدر عليه فعله وبادر إلى ذلك وله الفسحة إلى رمضان الذي يليه، فلا يجوز له أن يتجاوز رمضان التالي إلا وقد قضى الأيام التي عليه من رمضان التي أفطر فيها. الحال الثانية أن يكون المرض مما يرجى شفاؤه والبر منه، فهذا المريض إذا أصابه هذا المرض العارض فإنه يفطر بعدد الأيام التي مرض فيها، سواء كانت بعض أيام الشهر أو كل الشهر إذا استمر معه المرض، ثم إذا شفي قضى الأيام التي أفطر فيها ولا فدية عليه،
ولا كفارة، لأنه قد أدى ما أمره الله جل وعلا بقوله: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي أن يقضي بدلا منها في أيام أخرى قبل أن يدخل عليه رمضان التالي. فلا يجوز تأخير القضاء إلى أن يدخل رمضان التالي، وإنما إذا تمكن من القضاء بين الرمضانين وجب أن يقضي، ولو أخر القضاء إلى أن دخل رمضان التالي فإنه مع القضاء يجب الكفارة، وهي أن يطعم عن كل يوم مسكينا. نعم. قال شيخنا حفظه الله: أحكام تتعلق بالمرضى الذين يعانون من مرض السكري، كيف يكون صيامهم؟ قال حفظه الله: ونظرا لأهمية هذا الموضوع بسبب إصابة العديد من الناس بمرض السكري وحاجتهم إلى بيان واضح في مسائل صيامهم، أحببت أن أورد تفصيلات حول هذا الموضوع ليتجلى الحكم لمن أراد بيانه. وبين يدي ذلك أنقل أولا قرارا لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، وهو قرار مهم حول مرض السكر والصوم. جاء في هذا القرار أن مرض السكر هو اختلال في نسبة السكر في الدم اختلالا مرضيا، وعلى وجه الخصوص ارتفاع النسبة فوق المعدل الطبيعي، وينتج مرض السكر عن فقدان هرمون الأنسولين الذي تفرزه خلايا خاصة في البنكرياس، أو عن قلة كميته، أو عن قلة استجابة خلايا الجسم له في بعض الحالات. وقد قرر المجمع أنه في أنواع مرض السكر أنه يندرج تحت ما يسمى بمرض السكر عدة أنواع، لهذا المرض تختلف عن بعضها اختلافا كبيرا في الأسباب وطرق العلاج، وهي كما هي مذكورة في القرار: النوع الأول السكر من النوع الأول المعتمد على الأنسولين والجرعات المتعددة في اليوم، والثاني السكر من النوع الثاني غير المعتمد على الأنسولين، والثالث سكر الحمل، والرابع السكر الناتج عن بعض أنواع البنكرياس، والسكر الناتج عن اختلالات هرمونية وخصوصا في الغدد النخامية وخلايا في البنكرياس، وكذلك السكر الناتج عن بعض الأدوية. أما تصنيف مرض السكر طبيا فقد تم تصنيف مرض السكر طبيا إلى 4 فئات: الفئة الأولى المرضى ذو الاحتمالات الكبيرة جدا للمضاعفات الخطيرة بصورة مؤكدة طبية تتميز أوضاعهم المرضية بحالة أو أكثر من هبوط السكر الشديد خلال الأشهر الثلاثة التي تسبق شهر رمضان، وبذلك هؤلاء هم في الحقيقة أشد أنواع مرضى السكر. النوع الثاني المرضى ذو الاحتمالات الكبيرة نسبيا لمضاعفات نتيجة الصيام، والتي يغلب على ظن الأطباء هذه المضاعفات، وتتمثل أوضاعهم المرضية بحالة أو أكثر ممن يعانون من مرض السكر بالدم، يكون المعدل إلى 300 في معدل السكر في الدم. والمهم هنا أن نعرف حكم الفئتين الأولى والثانية اللتين تكلمنا عنهما، إذ حالات هاتين الفئتين مبنية على التأكد من حصول الضرر البالغ أو غلبة الظن بحصوله بسبب ما يقدره الطبيب الثقة المختص، فيتعين شرعا على المريض الذي تنطبق عليه إحدى الحالات الواردة فيما ذكرنا، سواء من أصحاب الفئة الأولى أو أصحاب الفئة الثانية، يتعين عليه أن يفطر، بل نقول لا يجوز له الصيام. لماذا؟ لدرء الضرر عن نفسه، فإن الله جل وعلا يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول سبحانه: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. كما يتعين على الطبيب المعالج أن يبين خطورة الصيام
على هؤلاء المرضى الذين يكونون ممن ذكرنا من الصفات السابقة والاحتمالات الكبيرة لإصاباتهم بمضاعفات قد تكون في غالب الظن خطيرة، قد تكون في غالب الظن خطيرة على صحتهم وعلى حياتهم، بل على الطبيب أن يستنفذ الإجراءات الطبية المناسبة التي تمكن المريض من الصوم دون تعرضه للضرر، وإلا فإنه يبين له خطورة الصيام والاحتمالات الكبيرة لإصابته بمضاعفات ربما تؤثر على صحته أو حياته. كثير من الناس يسأل عن مرض كما يسميه الناس مرض العصر، مرض السكري، وهذا المرض له أحوال، فالحال الأولى منه والثانية بما جعله الأطباء تصنيفاً لهذا المرض أنه على أربعة أحوال: المرضى الذين يحدث لهم مضاعفات خطيرة بهبوط السكري، وربما إذا هبط السكر وصل الإنسان فيه إلى حالات إغماء ونحو ذلك، والحالة الثانية التي يكون للصيام احتمال كبير بحدوث مضاعفات يجعل السكر يضطرب عند الإنسان وتحصل له مضاعفات صحية خطيرة. هؤلاء لا يجوز لهم الصيام، ليس فقط يباح، لأن الصوم يسبب لهم التلف العام بالوفاة والموت أو بالضرر الكبير عليه في صحته وتدهورها. هؤلاء قد عذرهم الله. ثم أيضا لا يجوز للإنسان أن يلقي بنفسه إلى التهلكة، وإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فالله رخص لك، والأخذ بالرخصة في موطنها أحب إلى الله من تركها، أحب إلى الله من تركها. فإذا كان المريض يتضرر بالصوم فلا يجوز له حينئذ أن يصوم، وهو إذا كان مستمر على هذه الحال لا يستطيع أن يصوم في كل أيام السنة، ففرضه الإطعام دون القضاء لأنه لا يستطيعه. نعم. قال شيخنا حفظه الله: وتنطبق أحكام الفطر في رمضان لعذر المرض على الفئتين الأولى والثانية، عملا بقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ومن صام، وهذا مهم، مع تضرره بالصيام فإنه يأثم مع صحة صومه. وبذلك نعلم أن الحكم الشرعي في ذلك أنه يجب عليه الفطر ولا يجوز له الصيام إذا كان يتضرر بالصيام، وليس له أن يختار إذا علم بالظن الغالب أو باليقين. وهذا على أن الصيام يسبب له الضرر سواء على صحته أو على حياته. أما الفئة الثالثة من المرضى أو الدرجة الثالثة من المرضى بمرض السكر، فهم المرضى ذو الاحتمالات المتوسطة أو التعرض للمضاعفات نتيجة الصيام، ويشمل ذلك مرضى السكر ذوي الحالات المستقرة والمسيطر عليها بالعلاجات المناسبة الخافضة للسكر التي تحفز خلايا البنكرياس المنتجة للأنسولين، وكذلك الفئة الرابعة وهم المرضى ذوي الاحتمالات المنخفضة للتعرض لمضاعفات نتيجة الصيام، ويشمل ذلك مرضى السكر ذوي الحالات المستقرة وكذلك المسيطر عليها بمجرد الحمية أو بتناول العلاجات الخافضة للسكر التي لا تحفز خلايا البنكرياس
لإنتاج الأنسولين بل تزيد فاعلية الأنسولين الموجودة لديه، فما حكم الفئتين الثالثة والرابعة؟ الجواب لا يجوز لمرضى هاتين الفئتين الإفطار، لأن المعطيات الطبية لا تشير إلى احتمال مضاعفات ضارة بصحتهم وحياتهم، بل إن الكثير منهم قد يستفيد من الصوم ويعود عليه بجوانب إيجابية على صحته، وعلى الطبيب الالتزام بهذا الحكم وأن يقدر العلاج المناسب لكل حالة على حدة. ومن الأحكام المهمة في هذا، أما في التصنيف لمرضى السكري الحالات التي تكون من الطبقة أو الدرجة الثالثة التي هي حالات مستقرة مسيطر عليها بالعلاجات، وهذه العلاجات وإن كانت تحفز خلايا البنكرياس سواء بالأبر أو بالعقاقير أو الدرجة الرابعة وهو الذي لا يأخذ هذه العقاقير وإنما وإن كان من مرض السكري لكن يعالج هذا إما بالحمية أو بعلاجات تخفض السكر وليست متعلقة بغدة وخلايا البنكرياس، هؤلاء لا يجوز لهم الفطر لأنهم من أصحاب مرضى السكري، فلا يكون كل مريض سكري يجوز له الصوم. نحن قلنا الحالة الأولى والحالة الثانية لا يجوز له الصوم، أما الحالة الثالثة والرابعة فلا يجوز له الفطر، لا يجوز له الفطر لأن الصوم لا يؤثر عليه، بل في أحوال الصوم يعود عليه بالنفع والصحة والجوانب الإيجابية في صحته، فهؤلاء لا يجوز لهم الفطر في نهار رمضان. نعم. قال شيخنا حفظه الله: ومن الأحكام المهمة في هذا النظر إلى نوع الدواء الذي يتناوله مريض السكر، إذ قد يحدث لمريض السكر استمرار بالصيام بلا طعام لكن يحتاج إلى تناول عقار خافض للسكر، وهو أحد نوعين: إما عقار عن طريق الفم أقراص طبية، أو عقار عن طريق الأوردة وهي حقن أنسولين، فإن تناول معهما طعاما أو ماء لدفعهما فلا إشكال في فطره ولا إثم عليه لحاجته لذلك تخفيفا لمرضه وتقديرا لحالته الطبية، فإن حصل واقتصر على مجرد العلاج الخافض فإن كانت أقراص طبية وتناولها عن طريق الفم بلا ماء فهذا يعتبر مفطرا لتوافر عدد من الضوابط عليه. الضابط الأول: كل ما كان في حكم الأكل والشرب في صورة أو معنى فهو مفطر، وتناول هذه الأقراص فهو مفطر وتناول هذه الأقراص صورة من صور الأكل. والضابط الثاني: كل دواء داخل إلى معدة الإنسان فهو مفطر، وهذه الأقراص داخلة إلى المعدة. الضابط الثالث: الدواء الداخل إلى المعدة لا بد أن يكون مستقرا، وهذه الأقراص قد استقرت في المعدة. الضابط الرابع: المنافذ المعتبرة في الإفطار هي المنافذ المعتبرة في الأكل والشرب حقيقة، وهذه الأقراص تدخل عن طريق الفم وهو منفذ معتاد، وبذلك تعتبر هذه الأقراص مفطرة. الحال الثاني أو النوع الثاني من هذا: إذا كان العلاج خافضا، إذا حقن الأنسولين وتعاطاها بلا طعام أو ماء فلا يفطر الصائم بذلك، إذ ليست أكلا ولا شربا، لا حقيقة ولا حكمة ولا صورة ولا معنى. ولذلك هنا ملحوظة مهمة، أن المجمع لما درس هذا الموضوع المهم أوصى الأطباء بالإحاطة بقدر مقبول من الأحكام الشرعية المتعلقة بهذا الموضوع، وهذا يقتضي إعداد هذه المعلومات من الجهات ذات الصلة وأن تعمم على المعنيين بها. وأوصى أيضا الفقهاء والدعاة بإرشاد المرضى الذين يتوجهون إليهم طالبين الرأي الشرعي
باستشارة الأطباء المعالجين لهم الذين يتفهمون الصيام بأبعاده الطبية والشرعية، ويتقون الله جل وعلا عند إصدار النصح الخاص لكل حالة بما يناسبها. نعم. إذا تناول الإنسان علاجات السكري فإذا كان حال الصيام محتاج إلى العلاج، فالعلاج على نوعين: إما أن يكون إبر وليست عقاقير، إبر كما هو معلوم عند مرضى السكري إبر الأنسولين، فهذه إذا أخذها الإنسان ولو كان على في نهار رمضان قبل مثلا الإفطار بعشر دقائق أو بربع ساعة لا تؤثر على صيامه، صيامه صحيح. لماذا؟ لأن هذه الأبر ليست طعاما ولا شرابا، وليست داخلة إلى الإنسان عن طريق المنفذ المعتاد، فهي ليست أكلا ولا شربا، لا حقيقة ولا صورة ولا معنى، لا حقيقة ولا صورة ولا معنى، يعني الصورة أن تكون تدخل إلى الجسم عن طريق الفم أو الأنف، هذه الأبر لم تدخل عن طريق المنافذ المعتادة، ولا معنى يعني ليست في معنى الطعام والشراب، لا يستعيض بها المريض عن الطعام والشراب كالأبر المغذية، فهذه لا أثر بها على الصيام. أما إذا تناول الحبوب والعقاقير عن طريق الفم فإذا كان في نهار رمضان فهذه مفطرة يفطر الإنسان بها، لأنها وإن كانت لم تكن أكلا ولا شربا لكنها في صورة الأكل والشرب، لأنها دخلت عن طريق المنفذ المعتاد واستقرت في المعدة، فكان حكمها أنها مفطرة. نسأل الله جل وعلا أن يمنحنا الفقه في دينه، ويرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، ويصلح قلوبنا وأعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.